أخذوني على المخفر، تميت محبوس بالمخفر 4 أيام أو 5 أيام. حطونا بالمخفر 3 ساعات، بعد حولونا على سجن طوزلة، رحلونا بعد 8 أيام. محمد ومحمد اثنان من كثيرين رحلتهم تركيا إلى شمال سوريا. الجندرمة يعني معاملته كتير سيئة، وضرب وتعذيب يعني. وغرفة صغيرة نحن 13 واحد، وما ناكل غير صمونة وعصير. بصمنا غصب عننا، ركبونا بالسيارات زتونا بسوريا. يعني بتمنى أرجع عند عيلتي بأي طريقة. قبل أسابيع نشرت منظمة Human Rights Watch تقريرا أشارت فيه إلى أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين في الأشهر الأخيرة ورحلتهم إلى سوريا. Some were living and working in a different city to the one in which they're registered, but some were living and working in the right cities. I would say that the majority of people that I interviewed were men. This doesn't mean that women are not also targeted, but it was a predominance of young men. السلطات التركية لم ترد على طلب بي بي سي لإجراء مقابلة، لكنها نفت ما ورد في تقرير Human Rights Watch، معتبرة أن كل الأجانب الذين يعودون إلى سوريا يفعلون ذلك طواعية. Yes, you have a very welcoming, protective environment on the one hand for some, and on the other, you have these brutal deportations that everyone now is aware of. For me, it's a way to send a chilling message to the Syrian population, but also to demonstrate potentially in the elections that the government is serious about sending refugees home. في تركيا يعيش السوريون في قلق مستمر من خطر الترحيل. على المنطقة مستحيل أنا أرجع لأنه مهدد من قبل هيئة تحرير الشام، ونفس الوقت كمان مهدد عند النظام بسبب نشاطي المناهض لهي الحكومة، فرضت قيود على حالي أنا تلقاء نفسي مشان ما أتعرض للأبشع. صار لي تقريبا سنة ما بعرف شو في غير طريق البيت والشغل. سوريا كمان نفسيتنا مدمرة، يعني الفرق الوحيد أنا حاسس هلأ أنه هو ما في صوت طيارة وقصف.